مسيرة طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد بداية الأسبوع، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء غائمة جزئيا على الواجهة الغربية والوسطى، لكن سحب أكثر كثافة على المناطق الشرقية، احتمال لبعض الأمطار على السواحل على شكل زخات رعدية على المرتفعات والهضاب، أجواء رعدية كذلك مع بعض الأمطار المتفرقة من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي، مع زوابع عملية ستنشط على كل من مرتفعات الهجار والتسليح حتى على الصحراء الوسطى خلال هذه الليلة، وخاصة صبيحة الغد 4 درجات فقط على التيارت، 11 درجة على العاصمة، تصل لغاية 20 درجة على الصحراء الوسطى، ترتفع لغاية 26 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى في استقرار فصلية، تتراوح ما بين 19 لغاية 22 درجة على الواجهة الشمالية، مقاييس ما بين 26 لغاية 28 درجة على شمال الصحراء، لكن مقاييس ما بين 29 لغاية 34 درجة من مرتفعات الهوغار والتاسيلي نحو مناطق الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي، ترتفع لغاية 39 درجة كعلى مقياس على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد بحر قليل اضطراب إلى مضطرب محليا تقريبا على كافة السواحل، رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقا تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. ثلوج خلال يوم الغد على موسكو مع درجة واحدة دون الصفر، بينما أجواء غائمة على كييف مع 3 درجات فوق الصفر، أجواء مشمسة على اسطنبول وباريس، درجات الحرارة ترتفع لغاية 21 درجة على باريس، أجواء مغشاة على لندن كذلك لشبونة مع 23 درجة على لشبونة، ترتفع درجات الحرارة إلى لغاية 22 درجة وهذا على روما. وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 6:40. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.